أحبائنا المشاهدين مشاهدي قناة الصخرة، أهلا بكم ومع حلقة تانية من حلقات قضايا شائكة، وبنكمل مع بعض زي الأسابيع الماضية سلسلة اختفاء الفتيات القبطيات من مصر. الحقيقة الموضوع ده أصبح منتشر لدرجة إن إحنا بقى صعب الحصر، يعني كل ما احنا بنفتكر ان هي دي الحالات بس نفاجأ بحالات اكتر وافظع واخطر، بحيث ان احنا اصبحنا امام ظاهرة ابتدينا نوثقها بالمستندات ونوثقها بالاسامي ونوثقها بالاشخاص اللي هم مشتركين في هذه الجريمة. واضح جدا انها على مستوى عالي ومش بتشمل بس صعيد مصر، ده بتشمل كل مصر، لان الموضوع النهاردة من محافظة الدقهلية. معانا على التليفون الاستاذ اندرو، والاستاذ اندرو اخته جانيت اتخطفت. انا معرفش زيكم التفاصيل لان اتكلمت معاه قبل الحلقة لدقائق قليلة، فانا هترك استاذ اندرو يحكي الموضوع بالتفصيل. ارجو يا استاذ اندرو لما تتكلم اتكلمنا بتفاصيل المكان الوقت اسماء الناس اللي انت اتعاملت معاهم في الجهات الامنية او في الجهات الحكومية. اتفضل حضرتك استاذ اندرو. مساء الخير يا دكتور اهاب، وشكرا لحضرتك وقناة الصخرة على محبكم وتعبكم. اختي جنات حكيم بسوم اختفت يوم 11/1/2017 الساعة 11 الصبح. كانت راحت توصل بنتها مدرسة، وصلتها وبعد كده اختفت وما عرفناش عنها أي حاجة لغاية دلوقتي، يعني تقريبا لها دلوقتي 30 يوم مختفية. أول شيء هي كانت بتشتغل موظفة، وكان بتشتغل معاها موظف تاني كان بيتحرج بيها، اللي هو بعت له حتى صوت ودوات، اللي هو إبراهيم صالح. إبراهيم صالح اللي كان بيتحرش بأخت حضرتك اسمه إبراهيم صالح، وأخت حضرتك كان بتشتغل فين حضرتك؟ شركة غبور. شركة غبور، طب دي شركة خاصة؟ شركة خاصة مظبوط. وتاريخ الاختفاء كان معلش مرة تانية؟ 11/1/2017. اوكي تفضل حضرتك. كان معاها بنت صاحبتها. للأسف يعني نحن مشكلتنا المسيحيين لازم نفهم ان خلاص يعني عصر الامان او نص القيد. صحيح انا بجل وبحترم كتير اخوتنا المسلمين، في كتير اخوة كويسين جدا، بس للأسف في جزء منهم كتير بقى بيبيع ضميره عشان المال السهل، يعني الفلوس السهلة. فالمهم فالاختي كانت لها صاحبتها اسمها شيماء، موظفه كمان بالشغل معاها. شيماء ايه حضرتك؟ يا ريت تذكر معلش يا استاذ اندرو، لما نذكر حد عايزين نذكر اذا كان امكن الاسم كامل. شيماء ايه؟ صدقني مش عارف الاسم مظبوط، بس انا عارف الاسم شيماء، الاسم العائله بالضبط مش عارف صدقني. اوكي لان انا بتعرف. معلش مفيش مشكله. بس الحاجات دي موثوق منها كلها يعني، ومتوثقه ومعمول كمان بلاغ في الاسم ضد شيماء ديت وضد ابراهيم صالح. يعني احنا مش بنتكلم كلام عادي، كلام كله موثق وموجود في ضدهم محضر، وبعت لحضرتك رقم المحضر. المهم شيماء ديت راحت عندها اختي بعد المدرسه، كانت دايما اوقات بتروح عندها تقعد بعد المدرسه لغايه ما تخلص بنتها من المدرسه، وبعد كده بتروح تجيبها من المدرسه. ومن وقتها اختفت. واضح ان شيماء حسب ما احنا طبعا الامن الوطني والشرطه في كل قضايا الاقباط سواء دي او الثانيه بيكون اسمع لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، يعني ما بياخدش اي اجراء فعلي، يعني بالعكس كل اللي بيديهولك كلام احنا نشتغل واحنا مش مقصرين واحنا ونفس الكلام العادي. احنا اعتمدنا نفسنا وجبنا معلومات ان شيماء وقت ما جنات راحت عند شيماء، طبعا هي بتاكل وتشرب عندها كل حاجه يعني زي العادي، خضيتها ورجعها القاضي اللي هو خطفها دوت بتعاون معاها وتم الاختطاف من وقتها لغايه دلوقتي. ثانيه واحده، يعني شيماء معلش اوضح للمشاهدين عشان حضرتك بتحكي بسرعه وانا عايز ان الامور كلها تكون موثقه. اخت حضرتك الاستاذه جنات وثقت في صديقه مسلمه، هذه الصديقه المسلمه تدخلت معاها واصبحت انها اعتادت على زيارتها وادت لها يعني امنت ليها بطيبه قلب، فجنات ببساطه خدرتها
وراحت استدعت الانسان اللي زميلها في العمل ابراهيم صالح، مظبوط. وواضح ان هو حسب ما سمعت من استاذ اندرو اعتدى وصور ابراهيم صالح وهو بيعتدي على جانيت. الكلام ده حصل يوم 11/1/2011 و2017، يعني من شهر واحد فقط. الكلام ده حصل فين يا استاذ اندرو؟ ده في اي محافظة؟ أول شيء مش عارف اعتدى ولا لا، بس هو صورها بأوضاع مخلة، يعني هي أوضاع بتعرف صور مخلة، لكن اعتدى فعليا مش عارف أو لا، بس هو اللي وصلنا إن هو وصلها بصورها بصور مخلة للآداب يعني، وبدأ يهددها بالحكاية ديت ولغاية ما خطفها بنفس اليوم. والكلام ده حصل بمركز بلقاس مدينة الأهلية، مركز مدينة بلقاس، مركز بلقاس ملاحظة مدينة الأهلية عفوا محافظة الدقهلية. الدقهلية. طيب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني خليني إن أنا تفضل. إزاي حضرتك عرفت موضوع إن الأستاذ إبراهيم صالح صور أختك في أوضاع مخلة؟ مين اللي قالك؟ وإزاي اكتشفت الكلام ده؟ أول شيء من وقت ما من قبل ما تتخطف بتقريبا ب 20 يوم او اكتر، كان بيجي دايما تهديدات ليها من الشخص دوت، وكان دايما بيحس بالبيت انها فيها شيء غلط، يعني حد بيطلبها بتليفونات بيهددها، بترجع بتغير وشها، يحس انك انت في حد بيهددها بشيء، ماسك عليها شيء معين. فكنا حاسين بالحكايه ديت، بس ما كانش فاهم بالظبط حد ما فهمش. طبعا هي بنت لما بيكون عليها عندها حد ماسكها صور كده، بتعرف طبعا حضرتك عارف مشكلة الشرف في مصر تبقى حساس ازاي في الحكاية دي، هي فكانت خايفة تقول لأي حد يعني. يعني اللي حصل فكنا انها لما راحت عند شيماء وصورها احتفظ بالصور، وهي رجعت تاني البيت مرة تانية وهو مظبوط ابتدى يبتزها بالصور دي مظبوط، لمدة لغاية ما جه 20 اليوم يوم. 11 واحد دوت وخطفها فعليا بقى، يعني اختفت فعليا، ما يمكن ما حس انه مش هيجي الذوق معاها يعني، او مش هتيجي هي بمزاجها، فقرر ان هو ياخدها غصب عنها بقى. طب وازاي حضرتك عرفت ان هو اختطفها فعليا؟ ان هو احنا سألنا بالظبط راحت فين، جت منين البلد عندنا، فقالوا ان هي اخر مكان شافوها فيه عند شيماء دي. واحنا بعد كده سألنا، عرفنا ان شيماء وابراهيم صالح في لهم علاقه مع بعض، اول شيء زماله في الشغل، وتاني شيء ان هم يعني اصدقاء مقربين يعني. وطبعا بالمبدا الاسلامي ان هو طبعا دي حاجه اول شيء بيستفيدوا فلوس، ان طبعا السعوديه بتمول الحاجات دي كلها، وتاني شيء بيعملوها طبعا عمل لله يعني زي ما بيقول. فاحنا شغلنا شغل النيابه وشغلنا شغل الامن الوطني، وقدمنا لهم المعلومات دي كلها وقدمناها لقسم الشرطه وقدمناها للامن الوطني، لا بس كل الكلام دوت كده ما ينفعش يا استاذ ما جابش اندرو، نتيجه. ما ينفعش يا استاذ اندرو، لازم يكون ستيب باي ستيب بالتفاصيل. هل في مين دلوقتي يوم 11 واحد، خلينا نرجع ليوم 11 واحد 2017، جانيت اختفت ازاي؟ يعني ازاي اكتشفتوا اختفاء جانيت؟ يعني اولا خلي جنت بالك طلعت الحادثة بتاعت، معلش عشان ابقى يبقى التسلسل، الحادثة بتاعت تصوير جانيت تمت في ديسمبر، إذا كان 20 يوم قبليها، ديسمبر 2017، صح؟ جينا اليوم 11/1/2017 وكان في 20 يوم جانيت مضطربة بسبب الصور اللي هي كان بيهددها بيها إبراهيم صالح. مظبوط. أنا عايز بقى ستيب باي ستيب، كأنك بترجع يعني خطوة بخطوة. إحنا هنرجع ليوم 11/1، اليوم ده ابتديته ازاي لغاية لما اختفت من البيت او اختفت من انظاركم؟ هي 11 واحد طلعت الصبح الساعة تقريبا 10 10 وربع، توصل بنتها المدرسة زي أي يوم عادي، ومن بعدها لغاية دلوقتي اختفت نهائيا بقى. طب بدأنا حملة يعني سؤال عليها الأهل والقرايب كل حد نعرفه يعني بالبلد، ما حدش شافها، لغاية ما قالوا لنا إن آخر مكان شافوه فيها كان عند شيماء اللي هي صاحبتها ديت. طب ازاي عرفت انها اخر مكان شافوها عند شيماء؟ مين اللي دلك انها اخر مكان شافوها عند شيماء؟
جيران اللي عند شمياء، جيران جيران، اللي في سألته جيران شيماء، احنا في شارع، وطبعا احنا شيء. مدينة مش كبيرة قوي، احنا مدينة صغيرة، فطبيعي بس حد بيدخل عند حد بيكونوا عارفين مين جه مين راح وكلام من ده. هاي فقالوا لنا ان الناس جيرانها شافوا جانيت داخلة عند شيماء الساعة 11 تقريبا. الساعة 11، يعني مجرد ما وصلت البنت المدرسة. ما هي المدرسة والبيت يعني ما فيش حاجة، يعني 5 دقايق أو 10 دقايق بين هاي. أنت عارف كل وشيماء حتة مدرسة جارتكم صغيرة، برضو، إحنا مش كبيرة أوي. يعني تعتبر شيماء جارتكم، يعني مش بعيدة. أيوة مظبوط مظبوط، هي بالأس كلها مش كبيرة أوي يعني. معلش، انا انت عارف انا بكلمك ليه، لان انا عايز اوضح للمشاهدين ابعاد موضوع الاختطاف ده، ومش كده وبس، بحاول ان انا احط لكلامك مصداقية، يعني نعرف مظبوط احنا جبنا الكلام ده. مش بشكك في كلام حضرتك، لان واقعة الاختفاء موجودة، بس يعني لما نوجه الاتهام لحد لابد انه يكون فيه على الاقل دليل منطقي احنا ليه وجهنا الاتهام ليه. بتفق مع حضرتك 100%. واحنا الكلام ده قلناه اكتر من قناه، مش اول مره قناه نقوله يعني. وطلعنا صور الخاطف اللي هو ابراهيم ممدوح، ابراهيم صالح دوت، طلعنا صوته، ويمكن حضرتك عندك الصور بعتها لحضرتك على البرنامج، مكتوب الاسم والتليفون تبعنا، وكمان تاكيد على كلامنا يعني الاستاذ هاني تبع بتاع قناه الحريه اديته رقم الشخص دوت وكلمه على الواتساب، بعت له الفيديو اللي احنا عملناه، وقال له اول شيء قال له السلام عليكم، قال له وعليكم السلام، فقال له بعت له الفيديو وقال له هل انت صحيح خاطب جانيت حكيم باسوم؟ قال له ما ردش عليه بعد كده ولا قال له شيء. يعني معنى كده ان هو كمان ما عندوش حاجه، لان كان طبعا اي تلفزيون كنا بنقول ننشر الصوره ديت، فقالوا على مسؤوليتكم، كنا بنقول لهم ايوه على مسؤوليتنا، لانه خايفين لا يرفع قضيه يقول مثلا ان احنا متهمينه باتهام غلط. فنحن بقالنا دلوقتي شهر تقريبا اتهمنا الشخص دوت ابراهيم ممدوح، ابراهيم صالح، بخطف جناب، والشهر لغايه دلوقتي ما فيش منه اي رد فعل نهائيا. طب يعني تاكدت اللي هو انا نعم عايز حضرتك، اسف لو قطعت كلام، بعد لما اختفت اتفضل. شيماء قول لي خطوه بخطوه عملتوا ايه. هل انتوا رحتوا بلغتوا في خطوة نفس اليوم للبوليس؟ ايه اللي تم في البوليس؟ مظبوط، وصلتوا من لا تاني البوليس يوم، للنيابه؟ ايه اللي تاني تم يوم في النيابه؟ وصلتوا من النيابه لامن الدوله؟ ايه اللي تم هناك؟ عايز السلسله كامله باسامي الناس دي كلها. تاني يوم عملنا جوزها اللي هو باسم بغدادي عمل بيسموه ايه، محضر رقم 777 لسنة 2017 إداري بالقاس ضد المدعو ابراهيم ممدوح ابراهيم صالح. لما تاكدنا ان هو ان هي راحت عند شيماء واختفت عند شيماء، وسالنا بعد كده شيماء ديت مين، ما يعني ممكن يكون مين كنت تكون ودتها فين يعني، بعد انقاذها طبعا شيماء انقذت كل شيء، ان هي صح جت عندها ومشت بعد كده. طب مشت راحت فين؟ ما نعرفش طبعا، هو مش مستحيل تاخد منهم كلام صادق يعني، كله كذب في كذب. طب بس المحضر ده محضر اختفاء ولا محضر خطف؟ محضر خطف يا فندم محضر مش خطف. اختفاء، خطف. وهل البوليس تعاون معاكم ان هو يحط كلمة خطف؟ احنا حطينا كلمة خطف، لان احنا المحامي عندنا صممنا ان هو يكتب خطف مش اختفاء. طيب انا عايز اسأل حضرتك، هل البوليس، لان اتفضل. في حالات تانية رفض البوليس المصري او الشرطة انهم يذكروا كلمة خطف، لكن في الحالة دي حطوا الكلام اللي انتوا قلتوه ان هو كلمة خطف، ده كلام صح؟ طيب في حاجات كتير هاي سمعتها صحيح، ان هو البوليس كان بيحاول دايما، الحاجات اللي بتحصل بالصعيد اكتر، لان يمكن المحامين بيكونوا مش مش أقوياء. سامحني في اللفظ يعني، بيكون مغمورين شويه او كده، او العيله نفسها بتكون عيله صغيره، لكن احنا عيلتنا كبيره جدا، ومش عاوز اقول بتنتهي بتقرب لمين يعني، مش مهم على لا التلفزيون، ما تفرقش فهم ما عارفين تفرقش، هي مواطنة عيلتي بتاع جماعه مصرية، هي مين بالظبط. هي مواطنة مصرية وليها كل الحقوق كمواطنة مصرية بغض النظر عن انتمائها لأي عيلة. اتفضل حضرتك، المحضر ده ف مصيره ايه؟ المحضر دوت اتهمنا فيه ابراهيم ممدوح ابراهيم صالح مع شيماء مش عارف عيلتها بالظبط ايه، ان هم اختطفوا جنات بتاريخ 11/1/2017. وفعلا المباحث استدعت شيماء وسألتها عن الحاجات ديت، وطبعا انكرت كل شيء، قالت ان هي جت عندها واختفت بعد كده ما تعرفش عنها حاجة تانية، وأطلقوا صراحة طبعا ديت حاجة طبيعية، واستدعوا والد إبراهيم ممدوح إبراهيم صالح ووالدته
وطبعا انت عارف حضرتك، هم بيقولوا ان هم عملوا تحقيق معاه وكلام من ده، بس هم اكيد يعني شربوه شاي او حاجه يعني، هم بالعكس ده هم متعاطفين معاه، مش هيجوا ضده، ده مع الواضح يعني. الأب والأم. وانا كلمت مظبوط، وانا كلمت رئيس المباحث بالاسف اللي هو احمد توفيق نص ساعه ثانية تقريبا على التليفون، معلش، مباحث حسيت انه رئيس المباحث ده برتبة ايه؟ اسم مباحث تقريبا مقدم او شيء مش عارف بالظبط، بس مقدم اعتقد اسمه ايه؟ مقدم او شيء مش عارف، مقدم، او رائد مش عارف، مقدم ايه؟ هو مش عارف مقدم او رائد، زي احمد توفيق هو أحمد مش عارف توفيق. البطولة. مش مهم، ما بتوع هو المباحث ما اسم مباحث بيلبسوش بالاس، بدلة البوليس. هو اسم مباحث بالاس رئيس مباحث قسم بالاس. بالاس. حلو. انا كلمته نص ساعة تقريبا عشان افهم منه حاجة، بس واضح ان هو مش هو اللي في ايده الامور يعني. انا بعد نص ساعة تقريبا فهمت ان انا بتكلم مع شخص مش هو اللي في ايده كل شيء، لا لان انا مش فاهم ازاي، يعني ازاي يا استاذ امبراوس مش في ايده كل شيء، اذ كان هو مفروض رئيس المباحث بتاع القسم اللي هو اختفت فيه جانات. ازاي يعني؟ اقول لحضرتك السبب. ايوه اول من شيء فضلك. الدولة المصرية من 40 سنة دلوقتي اي قضية تخص الاقباط دايما بتحول اوتوماتيك على مباحث امن الدولة. يعني هو لما عرف ان الموضوع ممكن يكون فيه، لانها دي قبطية، فقال لك ان الموضوع ده انا ما اقدرش اشتغل فيه، انا اوديه لخراب الدولة. لا يا او فندم، هو مش وديه، هو مش بوديه ولا هو بيعمل شيء، هو نظام الدولة المصرية اي قضية تخص الاقباط بتحول تلقائيا لمباحث امن الدولة، مش هو اللي بيوديها الشخص هو لوحده. سواء رئيس مباحث او مدير امن. يعني هو بيبعت لهم على طول المحضر ده، انتوا تتصرفوا فيه، انا ماليش حاجة فيه. مظبوط، هو معروف، عارفه متبع في مصر ان اي قضيه تخص الاقباط بتروح مباحث امن الدوله، طيب. ودوت حاجه مستغربه جدا يعني. يعني دايما احنا بنلاقي مثلا في امريكا في القضايا الكبيره ما تلاقي مجرمين كبار او مافيا او حاجات من دي بتتحول للاف بي اي، بحيث ان ديت حاجه يعني منظمه خطيره او جريمه خطيره. لكن احنا الاقباط بالذات بقالنا اكتر من 2000 سنه بمصر، بس معناش ان قبطي عمل جريمه ولا انتمى لجماعات ارهابيه ولا حاجه دي، ومع ذلك بيعنونا كاننا ارهابيين، اي قضيه بتخص الاقباط لا هي مش بتحول ارهابيين لمباحث امن يا الدوله. استاذ اندرو. هو لا، حضرتك مش ارهابيين. من كلامي مع كتير من المخطوفات، من اهالي المخطوفات، هو الموضوع في ايد خفية. الايد الخفية اللي بتحرك الموضوع ده كله هي رئيس مملكة الشر الشيخ احمد الطيب، اللي هو مظبوط، مفروض ان هو ده، انا لسه وهو كنت اقول لحضرتك. بيستخدم. اول شيء انا بعد خبرتي بالموضوع دوت لقيت في ثلاث مسؤولين عن القضيه دي كلها. اول شيء الازهر مش بس كمسؤوليه ماديه عليه ان هو مسؤول عن دوت، لا الازهر كمان بيعلم، عنده عارف حضرتك عنده ابتدائي وعنده اعدادي وعنده ثانوي، فبيعلم لو جامعة كمان، وجامعات ده عنده جامعات ابتدائي كمان. مظبوط مظبوط وإعدادي جامعات. وثانوي وجامعات، والجامعات دي كلها بتبث أفكار التعصب ضد المسيحيين حسب تعليمهم. مظبوط، ومش بس في مصر بس للاسف، ده لكل العالم، لكل العالم بالظبط الاسلامي يعني. بالظبط. وانا قصدت كمان حاجه معينه صعبه جدا لما دخلت في الموضوع ديت، ان لقيت ان في فتاوي بالازهر، مش بس فتاوي بيعلموها في كتب الازهر، انها بيحل ان المسيحيين واليهود كفار، وبيحل بيحق للمسلم ان هو يقتله وياكل لحمه ني. ودي طبعا دي حاجه صعبه جدا، وده كلام مش في كلامي، ده كلام لا لا، ده مقال كلام منشور إسلامي فعلا. على لا اليوم لا السابع، لا لا لا، وعندي كمان ده كلام حضرتك موجود إسلامي. عندكم. يعني ده يعني قصة كراهية المسيحي والمسلم، دي عقيدة في الإسلام اسمها الولاء والبراء، أحب في الله وأكره في الله. فبما إن المسيحيين مظبوط واليهود دول أحفاد القردة والخنازير حسب ادعائهم، وهم المغضوب عليهم والضالين، فإحنا تنتهك حقوقنا حسب هذه الشريعة الشيطانية. مش بالضبط. بس كده، الأزهر من 40 سنة دلوقتي عمل علاقة مع السعودية، بمعنى إن بيجي له تمويل سنوي من السعودية
في السنتين الأخيرة دوت عمل حاجة كمان جديدة تغييرية نهائيا، إنه عمل زي ما نقول منظمة أو جمعية أو تنظيم، ما بعرف ممكن تسميه اسم دوت. التنظيم دوت عبارة عن بنات وشباب وشيوخ. التنظيم دوت له أماكن كتير تجمع. أول شيء مساجد الفتح بكل مصر، المنتشرة بكل مصر، في كل المساجد ديت، مساجد الدعوة السلفية، دول بيجمعوا فيها وبينظموا ال بيسموها ايه، أسلمت أو الشورى، خطف أو خطف أسلمت الأقباط. الأقباط، وفي كمان جمعية اسمها جمعية الهدايا، كمان دي كمان داخلة في الموضوع. جمعيات دول شرعية، مقسمين مصر. نعم، جمعيات شرعية بيسموها جمعيات شرعية. لا، هي جمعية اسمها جمعية الهدايا. جمعية آه، الهدايا دي معمولة بس لأسلمة المسيحيين. أسلمت هي المسيحيين. جمعية، دي جمعية معطاة بها من الدولة وكل شيء، وأصلا لها مقر بالإمارات ومقر بمصر. هايل. طيب، فبقول لحضرتك هم مقسمين مصر مناطق، وكل منطقة متقسم عليها رئيس المجموعة ومعاه تحت إيده بنات وشباب وشيوخ، طب وبدأوا يشتغلوا وحضرتك عليهم. هم كانت توصلت موجودين. للمعلومات دي ازاي يا أستاذ أندرو؟ نعم، توصلت ليها ازاي؟ يعني المعلومات دي معلومات مهمة جدا، وأعتقد إنها بتهم كل الأقباط في كل مكان وخصوصا في مصر. حضرتك توصلت للشبكة العنكبوتية دي أو الشبكة الخطيرة ازاي؟ توصلت للمعلومات دي؟ المعلومات ديت في خادمة قدمتها على قناة لوجوس، هي قالتها منها جزء منها، ومعلومات تانية بقت شفافية عن حد، يعني كلها معروفة. إن السعودية بقى لها 40 سنة دلوقتي بتنشر الدعوة السلفية الوهابية في مصر آه، عن طريق ده الأزهر. صحيح، ده صحيح. ولو تلاحظ حضرتك تاريخ الأزهر من قبل 40 سنة لغاية دلوقتي، ده الأزهر كان زمان هو الإسلام المعتدل اللي بيستمدوا منه المسلمين أفكارهم المعتدلة. عشان كده من قبل 40 سنة ما كانش تلاقي أبدا أي خلاف ولا أي مشاكل بين المسيحيين والمسلمين. من بعد 40 سنة، من 40 سنة لغاية دلوقتي، الأزهر تولى فكر الوهاب السلفي، بدأ يطلع بالأفكار الوهابية اللي هي تكفيرية، أكل لحوم البشر، تعليق جنازير في رقبة المسيحيين، حلق رؤوسهم، يعني حاجات غريبة جدا جدا جدا، لا، دي مش وحاجات هي مش غريبة يا مجرد أستاذ فتاوى بس. أندرو. لا لا لا، الحاجات دي يا حبيبي مش غريبة. ده إحنا بتقول حضرتك إن دي غريبة، لأن يمكن في تزوير للتاريخ، لكن مصر تحت الاحتلال الإسلامي لمدة 1400 سنة، وإن الأشياء دي يعني أقل، يعني كانت بتمارس على الأقباط طول فترة الاحتلال. يعني بس مثلا على الحاجات سبيل دي المثال توصلت للحصر، للآن. على سبيل المثال للحصر، ان في عصر من العصور كانوا لما بيجمعوا الجزية من اهلنا، من اجدادنا، والكلام ده كان متاخد من سورة التوبة 29: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كانوا هما بيجيبوا يطلبوا من المسيحيين واليهود انهم يدفعوا الجزية، وكان بعد لما يدفعوا الجزية يختموهم بالرصاص على قفاهم. عشان كده جت عندنا من موضوع انت شايفني مختوم على قفايا، فهو موضوع اذلال المسيحيين هو ممنهج وجزء اساسي من التعاليم الاسلامية، شئنا ام لم نشأ. لكن احنا كل اللي بنشوفه انها بتطلع على السطح بطريقة تانية، نتيجة زي ما حضرتك قلت تغلغل الوهابية، وان ان السعودية بتستخدم فلوسها لمحاولة التغيير الديموغرافي لمصر عن طريق فرض الاسلام على اقباط مصر. والحقيقة انا بقول للسعودية مش هيحصل. انت ممكن تحاولي على قد ما تقدري، لكن ده مش هيحصل، لأن احنا بقالنا في مصر تحت هذا الظلم وتحت هذا الاضطهاد 1400 سنة. لم ترفع الجزية إلا لما رفعها محمد علي باشا، لكن اضطهاد المسيحيين استمر من أول دخول الإسلام وحتى هذه اللحظة. فده مش غريب على مصر، احنا مش هنداري، واحنا في برنامجنا، أو على الأقل أنا بتبنى سياسة
الحقيقة العارية، لا مجاملة لأي شخص على الإطلاق، ولا مجاملة للحق بأي طريقة. فلا، الإسلام في تعاليمه وفي قرآنه يرفض التعامل مع الآخر، شئنا أم لم نشأ. تفضل حضرتك، احنا خرجنا عن الموضوع، بس يعني توضيح للمشاهدين ان دي مش مواضيع جديدة، لا احنا تجرعنا هذه الكؤوس كتيرة. انا عايز اوجه حضرتك مرة تانية ان لرئيس المباحث المقدم احمد توفيق، اللي وجهك ناحية ادارة الامن الوطني عشان خاطر بيتعاملوا معاه. هل حضرتك رحت هناك تقابل اي مسؤولين؟ هل حضرتك قابلت حد اعلى من المقدم احمد توفيق عشان يساعدك؟ مظبوط، احنا كمان واحنا اخويا امجد اكيد كنت انا دايما على كل يوم على التليفون معاه، يعني 24 ساعه تليفون معاه. قابل المقدم عمر الزهيري اللي هو رئيس الامن الوطني بشربيل. المقدم عمر الزهيري، رئيس الامن الوطني بشربيل، طيب. وتقريبا كان كل يوم يروح عنده عشان ياخد اي معلومات. ما فيش اي حاجه تقريبا، يعني حتى يعني انسانه مختفيه بكل العالم، العرف المعروف بكل العالم، بعد مرور يوم اثنين ثلاثة أسبوع بيكون عارف عنها أي شيء. ومعها كده إنك أنت كشهر الوقت 30 يوم ولا الشرطة المصرية ولا الأمن الوطني عارفين شيء، حاجة من اثنين، لأم هم فعلا ناس فاشلة جدا، وده مش جايز لأنهم دايما عايشين بالدولة البوليسية، لا إما في تواطؤ. لا هو وده وصلت أنا، لأن في بالأزهر للأسف يعني أمن الدولة، مباحث أمن الدولة اللي هي أقوى وأكبر مؤسسة شرطية في مصر بيرقصها الأزهر. في مؤسسة جوه، في قسم جوه الأمن الدولة اسمه تابع للأزهر اللي هو بيخص شؤون الأقباط. ده كلام صح، يعني ده كلام صح. انا بس في سؤال غريب في وسط سرد هذه الاحداث. المباحث استدعت اب وام ابراهيم ممدوح ابراهيم صالح، ليه؟ طب ليه ابراهيم ممدوح ابراهيم صالح لم يتم القبض عليه والتحقيق معه؟ لانه هو هربان يا فندم، هو مش مختفي، هو لو موجود كنا جبناه احنا كعيله، مش مستنيين حتى البوليس ولا مستنيين حد، بس هو هربان. هم جابوه يستدلوا منه على مكان ابنهم، فقالوا باللفظ ان هم متبرئين منه وان هو ما لهمش دخل بيه ابدا. يعني طبعا هم هو ده تقريبا كلام شبه كذب، يعني اعترفوا تدليس ان هو قدامنا اللي احنا وقدام خطفها، النيابه. يعني هو شبه اعترفوا ان هو اللي خطفها لانه بيقولوا احنا متبرئين منه. مظبوط مظبوط، ما هم اعترفوا، ما فيش شيء مستخبي. بس طبعا هو ابراهيم صالح او غير ابراهيم صالح، هو المشكله مش في شخص، المشكله انت براس الافعى هي الازهر. وبعدين انت دلوقتي كشخص مسلم هتخطف فتاه قبطيه، اول شيء انت ما كخطف بنت او قاصر او مدام او اي حاجه، مش القانون مش هيعاملك كانك خاطف، بالعكس ده انت القانون هيجي معك، كل اجهزه الدوله كلها تيجي معك. ده اول شيء. تاني شيء هيجي لك فلوس من الأزهر ومن السعودية مباشرة كمان، عشان كده أي حد بيفكر يخطف قبضية مش هيتردد بثانية إن هو هيقول مثلا خاف من عقوبة أو خاف من شيء. بالعكس ده بيكسب مكاسب مادية وبيكسب كمان معنويا، إن هو عمل شيء يعني شيء للإسلام. فهمت حضرتك؟ المشكلة مش في الأشخاص، المشكلة في الأزهر. الأزهر اللي مسيطر على أمن الدولة، وأمن الدولة بيمشي لو ما أخذ كلمة كده يعني بنقولها كده تحت إجلين الأزهر، هو اللي ماشي. فهمت، وده شيء فعشان منطقي، كده ده شيء منطقي، صح كلامك، أنا بتفق معاك إن الأزهر هو رأس الأفعى. طب أنا كنت عايز أسأل فدايما حضرتك احنا سؤال. اتفضل اتفضل. طيب المقدم عمر الزهيري ما عملش حاجة، مظبوط، ايه الموقف؟ طب هل في دور للنيابة في الموضوع ده؟ شوف يا فندم عشان تبقى عارف حضرتك، كل القضايا مش بس دي، انا دلوقتي معانا دلوقتي 25 قضيه احنا بنتابعهم دلوقتي كلهم عن طريق منظمتنا، عاملين جروب اسمه طلعت حقه ايجي. كمان بنتابع عليه، محط معلش، منسق جروب فيه كل اسمه ايه؟ حلقاته وكل حاجاته. الجروب اسمه ايه؟ طلعت حقه ايجيبت، طلعت حقكم ايجي انا ايجي معلش، ايجيبت، انا سامع ايجيبت بس اللي قبليها مش سامعها. طلعت ريحتكم اي جي مش ايجيبت، طلعت اي جي ريحتكم، اول هو نقطه الاسم من غريب ايجيبت عشان كده، طلعت ريحتكم اي جي. اي جي، يعني طلعت ريحتكم في مصر مثلا.
هو طلع تحكم في مصر، لان كان كمان الجروب دوت كان معمول في لبنان كمان طلع تحكم، فنحن حبينا نميز نفسنا عن جروب لبنان ان احنا طلعت حكم اي جي، ما خدنا ثلاث حقوق بس قانونين اي جي واي. اي جي واي طلعت رحتكم. طب انا والجروب بعت ده لك حتى بيعمل اللينك ايه يا استاذ امرو؟ تبع الجروب. الجروب ده بيعمل ايه؟ الجروب ده بنوثق فيه كل الحالات اللي مخطوفه دلوقتي، وصلنا هنا يعني اي حاله بتيجي على طول بحطها بالجروب ووثقها بكل تفاصيلها. عندنا حالات لها معانا ارقام تليفوناتها ومعانا صورها ومعانا اماكن اختفائها وطريقه اختفائها وكده، وفي حالات بس عندنا اسمائها او تليفوناتها بس. طب فبس حبينا نكون لنا مكان نوثق فيه كل الحالات اللي بتحصل دي. واحنا يهمنا ان احنا نحصل على كل الوثائق دي عشان نضمها صح. للوثائق اللي عندنا، بحيث ان احنا وهنخلي كل المعلومات سواء اللي عندنا او اللي عندك متداولة للجميع وعلى كل الميديا، بحيث ان اللي عايز يتتبع هذه الامور يكون موجودة فيها. طيب سؤالي لحضرتك دلوقتي، بقالنا شهر أمن الدولة خد أوامر من الأزهر إن هو يسكت، هل أنتوا عملتوا مظاهرات، عملتوا أي حاجة عشان خاطر جانيت ترجع؟ مظبوط، انا بعت حياتك كمان صور المظاهرات اللي احنا عملناها. بس نيجي هنا بقى المظاهرات، وان احنا عملنا مظاهرات قدام اسم شرطة بلقاس، جمعنا بأعداد كبيرة قدام شركة بلقاس، قدام شرطة بلقاس. بس للأسف نيجي هنا لدور الكنيسة. الكنيسة دلوقتي بتلعب دور سلبي جدا في القضية ديت، أو في كل القضايا مش بس قضيتنا احنا، بس في كل القضايا ديت. لأن أنا هنا قابلت الأنبا بشوي، كان هنا في لبنان، هنا قابلته في الأنبا بشوي، كان بهوتيل هنا، رحت قابلته شخصيا وسألته عن معلش يا أستاذ ايه في أندروز، الموضوع. قال لي أنا عايز في اتنين نفصلهم عن القضية دي. أنا اسمح لي إن أنا أقول لك مين هم. أول واحد رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، لأن إحنا بنكن ليه احترام مش عشان حاجة، لأن هو بيحارب معانا نفس الحرب. النقطة التانية الكنيسة، أنا عايز أقول لك حاجة. الكنيسة، وأنا بتكلم على الكنيسة القبطية ممثلة في البابا لغاية آخر شماس فيها، يعني شماس ده أول رتبة، أول رتبة في الكنيسة، أو كرتبة مظبوط، رئيس الشمامسة بيتسمى من الرتب الكهنوتية. كل دول أكيد مكتوب أكيد. زينا مضطهدين في مصر. تاني، كلهم مضطهدين في مصر. فأنا ما بتوقعش إن من الكنيسة القبطية إنها تطلع تقول نحن مضطهدين. فإحنا عايزين بس نحطهم عشان نشيل عنهم الحرج وأساميهم الحرج. أنا بتكلم مع احترامي ليهم، هم هيقولوا إحنا مش مضطهدين، هقول لهم أنا آسف، اللي أنا شايفه بضميري أمام إلهي المسيح نحن مضطهدين. قول اللي أنت عايزه، أنت حر، ما تقولش وتسكت، أنت حر. لكن إحنا بنقول إحنا مضطهدين، إحنا بتتخطف بناتنا، إحنا الأزهر بيمص دمنا، احنا الازهر بيعتدي علينا. لكن ان احنا ندخل جانب مستضعف هو مضطهد زينا، مش من الذكاء. الكنيسه مالهاش دعوه، خلينا احنا كشعب الكنيسه مع احترامنا وخضوعنا التام لرئاسه الكهنوت في كل الامور الروحيه، لكن في هذا الامر احنا هم يقولوا اللي هم عايزينه، واحنا هنقول نحن مضطهدون، احنا مش بنفتري على حد. لا مظبوط، فاحنا عايزين نركز على الجناة الحقيقيين، لكن الناس اللي هم عارفين ان هم بيقاوموا حتى لو كانت مقاومتهم ضعيفه او سلب او حتى تقترب الى الصفر، مفيش. انا عايز اقول لك حاجه، يعني البابا تودروس والانبا شنوده، الانبا شنوده كان المقر البابوي كله مزروع سماعات ومحاضر المجلس المجمع المقدس بتقدم للأمن الغير وطني ده، واخد بالك؟ ف يعني الكنيسة مضطهدة معانا. فأرجو إن احنا نركز. المظاهرات دي اللي حصلت ليه اتفضت بدون ما يحصل حاجة؟ ليه قلت الكنيسة؟ لأن السبب فض المظاهرات ديت هو تدخل الكنيسة. استخدموا الكنيسة لفض ما ده اللي بقى المظاهرات. فهمت. وده بالذات صح وده الأنبا غلط. شوي اللي هو مطران أهلية،
يا موتان، عفوا موتان دير اقتصاد ميانا، لانه هو عارفه بيرقص عمر بالاس خيرت عمر والدير خيرت. ميانا، هو دخل في الموضوع دوت وهو اللي طلب فضل طب المظاهرات، هل وانا دخل لاحظت حاجه. الانبا بشوي عشان خاطر يرجع ايوه جانيت؟ على فكره الانبا عشان تبقى عارف مصداقيه لكلامي هقول لك حاجه، والانبا بشوي انا اكن ليه كل احترام وتقدير، اخت الانبا بشوي اتخطفت. عارف ده يا فندم، عارف ده كويس، عارف ده كويس، لان احنا يعني اذا ما كان شاء هو الله ما قدرش عارفينه. يجيب اخته. بس للاسف انا اول شيء بقول لك ديس كلهم بحترم جميعهم، وانا نفسي شماس، يعني مش نقول ان انا خارج الكنيسه، انا شماس. بس للاسف الحاسه دي وفي كل الحوادث اللي بعد كده، الكنيسه نسيت دورها الاساسي، لان دايما المسيح بيقول لهم من يدك اطلب دمه، يعني الكنيسه هتحاسب قدام ربنا على كل انسان، وكل انسان بيهلكه. وبعدين الكنيسة بتطلع بتقول إن إحنا في العصر الذهبي للأقباط. لا طيب لا، أنا العصر بعترض الذهبي على هذا للأقباط، الكلام، نحن لسنا في العصر الذهبي ولم يكن ما نحن هناك عصر ذهبي للأقباط تحت الحكم الإسلامي. مظبوط، أنا قلت الكلام دوت. إذا كان العصر الذهبي للأقباط، يبقى إزاي في بنات، في ست تتعرى وهي وعيلتها وبيتطردوا من بيوتهم وبتهجروا، ومع ذلك في كل القضايا سواء ديت أو غيرها بيروح الكنيسة، والكنيسة ما بتقدرش تعمل شيء، الكنيسة أثبتت فشلها وعجزها عن حل أي مشكلة. تسمح لي وفي نفس الشيء برضه كانت بنت ان انا الأخت اتوقف صوفيا. عند النقطة دي بعد اذنك يا استاذ اندرو. اتفضل. في طريقة في منتهى الخبث، في طريقة منتهى الخبث، هم حاولوا يخلوا الكنيسة ليها زعامة سياسية بحيث يستخدموها في السيطرة على الأقباط، وهم يفعلوا ما يريدون في الأقباط والكنيسة تحاول تحل لكن لا يستجاب لها. فهم مظبوط استخدموا يا فندم، الكنيسة بطريقة خبيثة لأغراضهم الدنيئة. مظبوط، معك حق، لان وأنا احنا بقول إن كمان ان كل الكنيسة المعلومات اللي الكنيسه تنقلها عن الامن الوطني بتكون معلومات مزيفه، بمعنى ان مثلا في قضيتنا احنا وفي أيوه قضايا في الصعيد وصلنا نفس الكلام، الكنيسه دايما بتقول للشعب اللي بتظاهر دوت خلاص انتوا امشوا من قدام القسم الشرطه، زي ما حصل معانا، زي ما حصل في المنيا، وحصل في سوهاج، وحصل في الاقصر، ثلاث اكثر من حالات ديت، يقولوا لهم امشوا انتوا دلوقتي واحنا هنشوف هنتابع الموضوع ده مع الامن الوطني وهنحل لكم المشكله ديت، والامن الوطني وعدنا ان احنا في خلال ايام هتحل المشكله دي. ده نفس الكلام اتقال في كل الحالات. طبعا. فانا مش وانا بتهم الكنيسه بشيء، انا بس بقول بفسر حقيقة لحضرتك انت بتقول حقيقة، ازاي بتحصل الحكايه دي. انت بتقول حضرتك حقيقة، وانا بأضم صوتي لصوت حضرتك وبحاول بأكد الحقيقة دي. هم بيستخدموا الكنيسة ويقولوا الكنيسة دول فيها مين؟ فيها ناس قديسين، ناس طيبين، مظبوط، ناس رهبان، بس ما لهمش ما عندهمش بالسياسة يا الحنكة فندم، مش المفروض السياسية. يخشوا بالسياسة. بالظبط، ما عندهمش الحنكة السياسية، وانا بتكلم كده مظبوط، مع خضوعي التام لكهنوتهم، ولكن ما عندهمش الحكمة السياسية، ما عندهمش الخبث والمكر اللي موجود عند أمن الدولة أو الأمن الغير وطني ده، ولا عندهم الخبث والمكر اللي موجود في الأزهر ولا التقية. فبالتالي لما بيقابلهم واحد لواء أو واحد مقدم ويقول لهم لا ما تخافوش 48 ساعة، ببساطة بيضحكوا عليكم. عشان كده أنا مظبوط بوجه الكلام للكنيسة، يا ريت الكنيسة مظبوط، تنسحب من هذا الدور اللي بيضر الأقباط. من فضلك انسحبي. الناس لما تتظاهر قولوا لهم اتظاهروا، ما دام انتوا ما بتعملوش حاجة وتظاهر سلمي اقعدوا هنا. هيقولوا لكم هنضرب نار حي، قولوا لهم افتحوا لهم زراير القميص وقولوا لهم اتفضلوا احنا شلنا كمان القميص، دخلوا عشان خاطر الرصاص يدخل بسرعة. احنا قلنا له الكلام ده هيقولوا لكم مش خايفين من حد، نحن احنا قلنا الكلام ده، هيقولوا احنا قلنا لكم مش خايفين من حد. أصدرنا أمر اعتقال، قول لهم يلا يا إخوانا خلينا نطلع على المعتقل، وروحوا بالآلاف، روحوا بالآلاف تاني، روحوا بالآلاف. الكلام ده بنوجهه للكنيسة مع إنه مؤلم، لكن عمر ما في بنت هترجع إلا بالمظاهرات. تاني، عمر ما في بنت هترجع إلا بالمظاهرات. اتفضل حضرتك. مظبوط يا فندم، بس كمان بقول لحضرتك كمان الكنيسه بغل دورها السلبي كمان الاقباط، احنا الاقباط عندنا مشكله دايما تفضل. بدون فهم بنساهم في الحاجات ديت، يعني اي بنت تختفي
من دون ما نعرف التفاصيل ودون ما نعرف اي شيء، على طول بيطلع اشاعه بيبثها امن الامن الوطني او امن الدوله دوت، بيبثها في البلد اللي هي فيها ان هي ماشيه بمزاجها. ودايما الاقباط بتلقوا بطريقه عبيطه مثل ما بقول، مع سامحني في اللفظ يعني، هنقول طريقة بتلقوا ساذجة، الحكايه دي ومنشوها هم نفسنا. طريقة ساذجة، هم الأقباط صحيح بيتلقوا بطريقة ساذجة. لكن طبعا الكلام ده مش حقيقي، لأن احنا تحت إيدينا دلوقتي، يعني احنا لسه بنتكلم مع حضرتك، بتقول 25 قضية في خلال قد إيه ال 25 قضية اللي عند الموثقين عن تقريبا في حضرتك؟ خلال شهرين، شهر ونص تقريبا، مش اكتر من شهر ونص. شهرين. شهرين، يعني بمعدل واحدة تقريبا كل يوم، كل يا يومين، فندم دول بس، كل يومين. دول بس اللي وصلونا، بس في حالات في الصعيد ما نعرفش عنها حاجة ابدا. نعرف ان في حالات بس هم اسمهم ايه مش عارفين عنهم حاجة. طبعا في دول ناس بالصعيد غلابة، في ناس بالصعيد بيتكسفوا يتكلموا عن الحكاية ديت، ما يكون عندهم حالة خطف بيتكسفوا يقولوا عشان ما يتفتحوش في وسط البلد. ففي حالات اكتر من كده كتير، ده احنا بس الحاجات دي اللي احنا قدرنا نوصل لها بمجهودنا الشخصي يعني، مش ما عندناش حد يوصلنا الحاجات دي، مجهودنا الشخصي عملناه. 25 قضية. اه طيب، بقول لك حياتك اللي وصلنا فيه بمجهودنا الشخصي، غير كده الحاجات كتير لسه مش قادرين نوصل لها. احنا بنحاول نوصل لها باي طريقه، عن طريق يعني اصدقاء، عن طريق فيسبوك، عن طريق الكنايس، بنحاول نوصل لها بكل طريقه. والخمسة عشان كده وعشرين دايما حالة دي موثقة بصور وتواريخ اختفاء وأماكن مظبوط يا اختفاء. فندم، بعت حضرتك على على البرنامج كمان اسماء الحالات ديت بفايل موجود عند حضرتك. يا ريت الأستاذ ده المخرج كمان يعرض هذه الأشياء على الصورة. يبقى هنا أنا شايف إن الموضوع بيتبلور إلى 3 نقاط. النقطة الأولى إن واضح إن الخيط اللي بيربط كل حالات الاختفاء بيرجع في الآخر للأزهر. يعني الأزهر مظبوط، أصدر أوامر بنشر الإسلام الوهابي عن طريق خطف البنات أو السيدات القبطيات وإجبارهم بوسائل مبتذلة شائنة على إسلامهم. النقطة الثانية إن الأوامر دي صدرت إلى الأمن الغير وطني، أو بين قوسين الأمن الوطني، بإن هو يسد بقه وملوش إن هو يتكلم في الموضوع ده ويساعد على هذه الأسلمة. مش بس كده يا فندم، معلش بدون ما اقاطعك يعني، اتفضل. ما ده هو اتفضل. طرف فاعل كمان في الخطف دوت، ده طرف بيساعد فاعل. الخاطفين، واوقات بيكون طرف فاعل في الحاجات دي. يعني ليه دور، يعني مش بس دور سلبي، ده دور ممكن يساعد الخاطفين إن هو يديلهم بعض النصايح أو يعمل لهم حماية، وده مش مستبعد، لأن الشر مستشري من خلال تعاليم الأزهر. طيب. مظبوط، مش بس كده، ده وصلت الحالات اللي بعد الحالات ان امن الدوله اغتصب البنت نفسها المخطوفه يعني. لا كمان هم تاني. امن الدوله بقوا مجرمين كمان، وصلوا ان هم بقوا درجه من اجرام، ان هم بيساهموا في اجرامهم في القضايا دي. لا أنا عايز حضرتك، بما إن إحنا هنتهم الأمن الغير وطني اللي هو اسمه أمن الدولة، أنت بتقول لي إن هم اغتصبوا حالات، اغتصبوا، مين هي الحالة واسم الضابط اللي عمل كده إيه؟ في أول شيء الحالة دي توصلتني من السيدة سميرة اللي هي بتاعة المنيا، ده أخوها، سميرة أخوها شكري. مازن هو اللي قال لي الكلام دوت، وهو اللي قال لي إنه هددوه وقالوا له إنه اغتصب أختك، 2 من أمن الدولة وشخص تاني اغتصب. هو والتفاصيل كلها فعلا مع مازن، لو مازن أخو سميرة بتاعة سمالوط. الاستاذ مرزق شكري، احنا استضفناه هنا في مظبوط حلقتين، مظبوط وهو مظبوط، قال لي عن لسان المستشار حامد، ثانية، اسم المستشار حمادة عمار، مؤسس حركة مظبوط مواطنون ضد التمييز، قال لي ان في ست فيديوهات لاغتصاب اخته سميرة. يمكن للحرج ما قالش على الأسامي، لكن إحنا ما نعرفش إذا كانوا هم دول، هو ما تفرقش يعني سواء كانوا من أمن الدولة أو من غير أمن الدولة، فقط وجود 6 شرايط اغتصاب دي جريمة عقوبتها الإعدام. عقوبتها في الإعدام. بلد محترم، لكن احنا بلد غير محترم للأسف. هنقول بلد محتلة من قبل هي محتلة، المسلمين.
هي جرفت يعني، بقاله 40 سنة الأزهر بيجرف العقلية المصرية، يعني خلى لا بقى في ثقافة ولا بقى في وعي ولا بقى في علم ولا بقى في شيء. يعني أنت دلوقتي تتعامل مع شعب القلة القليلة جدا اللي بقى عندها ثقافة أو علم أو وعي، بقى ما تبقى كله بقى عقول مغيبة ومتساقين، سوري بالكلمة سامحني باللفظ، يعني زي المواشي ورا شخص معين. أحب إن أنا أصيغ كلام حضرتك بطريقة تانية. يعني حضرتك بتقول إن إحنا يجب على الأقباط أن يعوا الخطر المحدق بهم. مظبوط، تاني، يجب على الأقباط أن يعوا الخطر المحدق بهم. إمبارح مش بس اتخطفت كده. سميرة، النهاردة اتفضل. اتخطفت جنات، بكرة هتتخطف بنتك أو بنت عمك أو بنت أختك أو بنت أو حفيدتك بنفس الطريقة. الموضوع يعني مش انت مش بعيد عنه، لكل اقباط مصر انتم مش بعاد عن ده، انتم في محدق او في بؤرة الخطر. يعني انتم مش لانها بتحصل في بلقاس في الدقهلية ولا بتحصل في صملوط في المنيا انت بعيد عنها، لا انت محدق بيها. الناس اللي هيحموك او المفترض ان هم بيحموك اللي هم المؤسسة الامنية كلها دي مسيرة أو مسيطر عليها من الأزهر، لن تفعل شيء بل بالعكس هتكون إيد لتضليلك وتخديرك. الكنيسة مظبوط، مضطهدة مثلك، لن تستطيع أن تفعل شيء ولن يكون لها صوت في هذا الأمر. خلينا فبنستبعده. الإعلام المصري ودن من طين ودن من عجين، عشان كده إحنا عايزين بقى نوثق الأمور دي. هل في بنت هربت أو بنت بعد لما هي حصل لها الحادثة دي خرجت بره مصر نقدر إن إحنا نستضيفها في برنامجنا عشان تحكي بالتفاصيل المملة اللي حصل لها؟ هل عند حضرتك، بما إن حضرتك فتحت صفحة، هل تقدر تساعدنا إن البرنامج يستضيف زي ما بيقول شاهد عيان بنت اتخطفت؟ مظبوط. هو في بنت اتخطفت شهر لمدة 30 يوم ورجعت لأهلها وحكت تجربتها على الإنترنت هي وأبوها، وعندي الفيديو دوت بعد البرنامج بعده حضرتك. ومن ضمن التفاصيل إنها شخص عادي مثل زي كل الحالات اختطفها، وبتقول في التفاصيل إن ضابط أمن دولة كلم الشخص دوت وقال له روح جوزها، وبعد لا، 10 أيام ضابط أمن الدولة إيه؟ قال حصلت له في إيه؟ الأمور ضابط أمن الدولة قال له إيه؟ روح اتجوزها، خدها وروح اتجوزها. آه، يعني وبعد قال له إيه؟ 10 قال له ايام روح اخطفها وروح اتجوزها؟ مظبوط، طب ما الكلام هم ده ما يمشوش خطوة موثق نقدر إن إحنا خطوة نعرضه فدي على الحلقة؟ بامر الدولة، بامر الدولة. طب البنت دي ليها اسم؟ انا معايا الفيديو تبعها ومعايا اللحظة اللي اجيبها حضرتك. لا مش لازم تجيبه معايا لحضرتي، ممكن حضرتك تبعته لينا واحنا هنعرضه على الحلقة. مظبوط، انا معايا الاسم والفيديو كمان، بيحكي بيتكلم بصوتها وبصوت ابوها كمان في الحلقه ديت، وتسمع الكلام اللي قلته دلوقتي هتسمعه في الحلقه بعد كده بالفيديو، ان بيقولوا من كلام ابوها وكلام البنت ان اول شيء ابوها جاله ذبحه مرتين طبعا من الله يكون في عونهم اللي بيحصل دوت، طبعا طبعا. وتاني شيء البنت شهادتها بتقول ان ضابط امن الدوله اللي كان بيكلم الولد دوت اللي هو الخاطف. لا انا عايز يعني، هل حضرتك تفتكر اسم الولد ده؟ انا معايا الفيديو بس صراحة ما بتخش اسماء، اه، الفيديو لكن معايا الاسماء والاسماء وكل موجودة في شيء. الفيديو ده اللي احنا هنعرضه في الحلقة. مظبوط، اوكي، اتفضل حضرتك. انا بقول لحضرتك التفاصيل اللي سمعتها في الفيديو، والفيديو موجود باسمه بالاب والبنت. بيقول ان البنت كان مع الولد دوت بنات محجبات، ودايما يعني هي قالت لهم، يعني قالت البنات دول يعني انتوا لو ليكوا اخوات يعني مثلا اكيد هتعرفوا ان ازاي حقيقة قلب الاب والام على بنتهم، اه يعني كانت طبعا. بتحاول تحنن قلبهم عشان يطمنوا اهلها يعني. ف طيب انتهى يعني الموضوع ما ازاي؟ فيش في ازاي واحدة البنت منهم دي خرجت من تحت ايديهم؟ مظبوط ديت خلاص رجعت الحمد لله نشكر بس ربنا ازاي عليها. خرجت من تحت ايديهم؟ مظبوط، ازاي ف خرجت البنت من تحت ايديهم؟ ازاي بقول لحضرتك ازاي. في بنت من اللي كانت مخطوفه من كان خاطفينها دي مع الشاب دوت، بدأت تتجاوب معاه، قالت لها ماشي انا خارج وكده، طب ازاي؟ قالت لها اديني تليفون اهلك، اديتها تليفون ابوها، كلم ابوها، كلمت ابوها اديته مع ميعاد مرتين، كذبت عليه ما كانتش بتروح في الميعاد.
فتلت معاد ادته معاد فعلا جت ادوها فلوس واخدوا البنت، بس اخذوها كانت عندها نزيف، نزيف من ان مخصاب. اغتصبوها عليها اكثر من واحد، ورجعت لاهلها، بس رجعت طبعا نفسيا مدمره وجسديا مدمره. وهبعت لحضرتك الفيديو كله في التفاصيل كلها بصوت الاب والبنت. ولو فده حضرتك كان في إمكانية، لو في إمكانية إن إحنا لحالات مماثلة أو للحالة دي إن إحنا نستضيفها في برنامجنا، هبقى أتكلم مع حضرتك. إحنا عايزين إن إحنا نستضيف هذه الحالات بحيث نوثقها ونمنهجها ونوصلها إلى كل المجتمع الدولي، ابتداء من البيت الأبيض والأمم المتحدة اللي هي زي قلتها، بس يعني برضو عشان يبقى التوثيق للكلام، وكل المنظمات الحقوقية، ونعمل ملف مش أقل من 150 200 حالة، بحيث إن هم يكونوا النواة لقضية دولية نطالب فيها بمحاكمة رئيس مملكة الشر الشيخ أحمد الغير طيب. مظبوط. انا فعلا قدمت يوم 23/1/2017 شكوى بالمفوضيه الساميه للامم المتحده ضد كل من مدير الامن الداخليه اللواء عصام النمر ورئيس الامن الوطني بشربين المقدم معاوية زهير بصفتهم وشخصهم بسبب اختفاء اختي. ومع ذلك لغايه دلوقتي اتصلوا بيا مره واحده وبعد كده ما كلمنيش ابدا تاني، ولا مع اني بعت الشكوى مرتين، مره بالعربي ومره بالانجليزي. احنا هنطلع الشكوى بتاعت حضرتك على هنعرضها برضو في البرنامج، وهنحاول لو حضرتك بعت لنا الشكوى دي هنحطها، يا ريت تبعتها لنا باللغتين العربي والانجليزي، وهنحطها مع السي دي ده اللي هنوثقه وهنبعته للبيت الابيض. أكيد أنا بعت حياتك ممضية مضيها باسمي وبياناتي كلها وبأسامي وتفاصيل وكل شيء يعني باللغة العربية وبالإنجليزية، بعت حياتك بعد البرنامج. ودايما أنا يعني بتمنى إن أقباط المهجر لهم دور كبير أوي في خدمة إخواتهم اللي جوه 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 مصر يعني، وعندهم مشاكل ديت. لأن يعني مع احترامي للرئيس السيسي احنا شهدناه قبل كتير، بس واضح ان هو حاجه من اتنين، لا اما مش قادر على التغيير لا اما ما عندوش رغبه حقيقيه في التغيير. لان يعني لو بتلاقي مثلا قضيه زي قضيه سيده الكرم، سيده الكرم الرئيس وعدها 3 مرات، كلمها 3 مرات ووعدت بوعد وعد صريح ان هو مش هيسيب حقها، ومع ذلك اتفضل حضرتك. وكيل نيابه بفكر سلفي او اخواني حافظ القضيه ولا كانها لم توجد. اوكي، اسمح لي ان انا اقول نفس لك الشيء حاجة. في قضية مجدي مكين اللي هو اتقتل واتعذب واتسحل، ونفس الشيء الضابط اتفرج على النوب كان ب5000 جنيه. يعني الحكاية مش قصة خطف أقباط بس حقيقتك، ما قدرش نفصل خطف الأقباط عن بقية القضايا بتاعت الأقباط. جميع الأقباط القضايا كلها لها غرض واحد بس، اللي هو أول شيء إذلال الأقباط نفسيا ومعنويا، تهجيج أكبر عدد ممكن من الأقباط، ثالث حاجة إخراس يعني أي حد زي ما إحنا كده بنتكلم كده بروح الإنسان أو بندور على قدر الأقباط اللي بيتكلموا دول يخلصوا على الآخر. يبقى أنت كده حققت 3 حاجات اللي هم عاوزينها. طب اسمح لي ان انا فهو اقطع حضرتك هنا مشكلة. واقول لك هما اتفضل. مش 3، هو الهدف منهم 4. تسمح لي اتفضل. اقولهم لك بالترتيب، اقولهم لك بالترتيب وبرضو اعيد الكلام ده عشان خاطر اخواتنا المشاهدين يكونوا معانا. اول هدف للامور دي كلها احراج الرئيس عبد الفتاح السيسي وفصله عن اكبر قطاع في الشعب المصري اللي هو بيسنده، اللي هم الأقباط. دي أول هدف لرأس الأفعى الشيخ أحمد الغير طيب، رئيس مملكة الشر بين قوسين جامعة الأزهر. ده الهدف الأساسي. رئيس السيسي الدعم من الأقباط ونحن نفتخر ولازلنا ندعمه وسوف ندعمه، ولما يجي في أي مكان في بره مصر هيشوفوا الدعم ده من كلنا، مش لان احنا عارفين ان هو متواطئ. انا متأكد تماما ان هذه الشخصية الذكية لا يمكن ان تنحدر الى مستواه. فدي اول هدف. النقطة التانية، انا بتفق معاك في الثلاثة التانيين،
انهم اذلال الاقباط. انتوا مش انتوا ساعدتوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، طب احنا هنزل لكم وهتدفعوا الثمن. النقطه الرابعه زي ما حضرتك قلت ان هي نشر الرعب بين الاقباط ومحاوله تهجيرهم بره الصعيد، لانه عشان هما بيركزوا في الصعيد عشان يستولوا على الصعيد. والنقطه الخامسه هي اللي حضرتك قلتها، النقطه الرابعه ان هي ان محاوله اسلمه المسيحيين في مصر. حضرتك قلت النقطه الرابعه ايه؟ هل اسلمت المسيحيين ولا نقطه تانية؟ انا اخد لا مش مشكلة 4-5، المهم بس دوت نقطة من ضمن نقط كتير قوي. احنا ما قلناش كل اللي هم الفكر بتاعهم كله، ما عندهم طبعا كتير أفكار انتخابية لمصر، يعني مش بس للأقباط. طبعا سمعة مصر بتتدهور، وهم ما يهمهمش سمعة مصر، يعني دي آخر حاجة يهمهم. هم يهمهم إقامة الخلافة الإسلامية المزعومة وإقامة إمارة داعش في مصر، يعني هيلاقوا إيه أكتر من كده؟ هو ده بس الهدف. في حاجة معينة دلوقتي المفروض مصر كدولة ملزمة بيها قدام العالم كله، إن طبعا بالإعلان عن عالم حقوق الإنسان بيقول صح إن يولد جميع الإنسان متمتعين بحقوق متساوية غير قابلة للانتقاص وحريات أساسية، وقد التزمنا بدعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان لكل فرد يتبع هذا الالتزام. فكل الاتفاقيات اللي مضي عليها مصر اللي هو ضد التمييز، اللي هي اختفاء القصري، اللي هي معاملة كل المواطنين سواسية، مواطنة، كلام من ده كله، ده كله بخلق الأزهر بالتعليم بتاعته وبأفكاره وكل شيء. يعني الأزهر بيشتغل في مصر ضد الاتفاقات الدولية اللي عملها مصر ده صحيح؟ دي. لا ده مش كده وبس، فمعظم أساسا معلش معلش اعترض مع اقطعك بس في نقطة مهمة، لأن النقطة دي في منتهى الأهمية وهي محور فيصلي، إن الدستور المصري أصله الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية لا تساوي بين المسلم وغير المسلم، فلازم عشان خاطر نصلح صح لابد أن يسقط الأزهر ويسقط الدستور المصري ببنده رقم 2، او مش الدستور كله، البند ده، لان البند ده محطوط لكي يبطل عمل كل الكلام اللي حضرتك بتقوله بما فيها المواثيق اللي مضت عليها مصر. الشيء التاني اللي برضو احب اقول لحضرتك، وكيل النيابة ده قد يكون مش خريج كلية الحقوق، قد يكون خريج كلية الشريعة وعلوم الدين، وهو دارس تماما. المسيحي ده يغتصب، تغتصب اخته، ده يبقى هايل، دول ملكات يمين. تسرق فلوسه، ده يبقى هايل، دي انفال. يقتل، ده يبقى اسمه جهاد. فالقتل والزنا والزنا والسرقة دول ليهم اسماء مختلفة في الشرع الاسلامي، اللي هم الجهاد والانفال وملكات اليمين. فده شيء شرعي، يعني اللي عملوه اللي بيعملوه فينا ده شيء شرعي. فلابد ان احنا عشان نصلح صح لازم ان احنا نلغي البند الثاني من الدستور، عشان تبقى المواثيق اللي عملتها مصر مواثيق ليها مصداقيتها. مظبوط، بتفق مع حضرتك. بس في كمان في نقطة ملزمة بالمنظمة حقوق الإنسان اللي مصر مضي عليها، يعني المفوضية السامية بتلزم كل الدول الموقعة على الاتفاقيات ديت إن تكون قوانينها حسب القوانين العامة المفوضية السامية لحقوق الإنسان. يعني أنت ما تقدرش تعمل قوانين في مصر مثلا ضد التمييز، حاجة قانون تمييز وأنت ماضي على قانون ضد التمييز، يبقى انت كده مخالف الاتفاقيه اللي اتعملت عليها. ده صحيح. يعني دلوقتي مصر هما هي بيمضوا من هنا. انا عايز اقول لحضرتك احنا قدامنا 5 دقايق يا استاذ اندرو، فعايزين ان احنا نكون مركزين في ال5 دقايق. كل القائمين والمسؤولين على مصر فيما عدا قله صغيره هم اللي بيتكلموا او يلتفتوا الى حقوق الانسان. يعني مظبوط، حقوق الانسان دي في مصر حبر على ورق، حبر على ورق. لا في مصر حقوق انسان، ولا هيكون في مصر حقوق إنسان طالما الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للدستور، شئنا أم لم نشأ للأسف. طيب أنا دلوقتي أنا في مصر دلوقتي بقالي مثلا 30 يوم، أنا أو غيري ما قدرناش ناخد حقنا في مصر، ما فيش أي طرق خالص إن احنا ناخد حقنا. فقدامي الحل الوحيد قدامي إن أنا ألجأ
مفوضيه الامم المتحده، وهعمل عملت الشكوى ديت، وكمان بعمل شكوى تانية كمان زيها لمنظمه العفو الدوليه، لان ده الحل الوحيد قدامي. انا دلوقتي ما بدورش القضيه عشان ما حدش يقول انت بتدور القضيه طلب وليه عدل، ما انا ما ندورهاش؟ بدورش ثانية واحدة القضيه، ما ثانية واحدة بطلبش حمايه دوليه. يا أستاذ أندرو، اتفضل. لماذا لا ندول القضية إذا كانت إحنا تقطعت بنا السبل داخل مصر إن إحنا ناخد حقوقنا، ما انا ما فلماذا عنديش مشكلة، لا بس ندول مش القضية؟ لا بيزيدوا اسمح علينا لي ثانية، بالتهديد. هو مش بولس لما تعرض للإهانة أو للسجن بظلم وهو مواطن روماني قال إيه؟ إلى قيصر أنا رافع دعواي. فقال له فيلكس الوالي إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. مظبوط، معك حق. طب أنا عايز أسأل سؤال، والمسيح إذا كانت الكنيسة مضطهدة زينا، وإذا كانت الشرطة ما بتساعدناش عشان ناخد حقوقنا لأنها بالريموت كنترول من الأزهر، وإذا كان المسلمين الشرفاء التانيين إذا كانوا إحنا لا يعنينا إن إحنا إن هم بيسمعوا الأمور دي وبيطبقوا الإسلام أو لا، لكن ما فيش حد بيساعدنا منهم. طيب يبقى الملجأ لينا هو إن إحنا نفضح هذا الشر، ده الملجأ الوحيد في كل العالم مع احترامنا مظبوط وحبنا لبلدنا. لكن هل معنى إن مظبوط أنا بحب بلدي إن أنا ما أحبش جنات أختي؟ لا، يبقى انا كده انسان ساذج. انا ممكن اموت وانا بدافع عن جنات، انا هقبل كده، لكني لن اقبل ان انا اقعد في مكاني والتز بالعيش حيث كنت واسيب جنات تتحرق. مع ارجو ان حضرتك تسامحني في اللفظ، او تكتوي أفهمتك بنار الاضطهاد. مظبوط. وانا قلت، انا قلت لحضرتك كمان، انا قلت على التلفزيون كمان مع الاستاذ هاني بقناه الكرامه وقناه هم للاسف بس قناتين بس، وقناه حضرتك المحترمه اللي بيتكلموا في قضايا الاغباط، والباقي كله سختهم بكتم يعني ما عادش بيتكلم ابدا. المهم انا قلت لهم كمان، مش بس عشان ما يعرفوش ان انا بس بتكلم عن جنات، انا قلت لهم انا مستعد اي عيله عندهم حاله اختطاف زي عينه عندنا، او اي قضيه عاوز يقدم شكوى المفوضيه الساميه، بس يعملنا توكيل للجمعيه بتاعتنا، واحنا هنقدم عنه ونخفي اسمه ونتحمل احنا مسؤوليه، عشان المهم نقدر نوصل صوتنا ونقدر نعمل قضيتنا للامم المتحده، ويبان ان في مش زي مصر بتقول بره، يعني مصر بتقول دايما بره في كل مكان ان هي ما بتفرقش بين المسيحي والمسلم، لا لا يبان ده كذب اضطهاد ويبان اللي المشاكل بيقول، ويبان الحاجات لا المظبوطه ده الموجوده كذب، على الارض. ده كذب اللي يقول ان مصر ما بتفرقش بين مسيحي ومسلم، ده كذاب، ما هو ده اللي الكلام ده بيحصل ما فعلا، بيحصلش. ده اللي بيحصل، نحن مضطهدون من ما هو ده اللي الاخر. بيحصل يا فندم، بيزيفوا الحقائق كلها لا وبيطلعوا مفيش الجماعية تزييف كلها عندنا، وبيقولوا ان احنا ما بنتفرقش من المسيحي المسلم. لا احنا ما عندناش تزييف، احنا بنقول الحقيقة وما عندناش سياسة. سياستنا الآتي: اللي مظلوم ياخد حقه. انتوا عايزين حتى تطلعوا كتايب تقتلوا الناس بره، طلعوا، بس الامور كلها متوثقه. وحتى لو خلصتوا صوتنا هيقوم ناس اكتر مننا تعلي صوتها. لن نسكت على اسلمه بناتنا القبطيات التي وانا اتفضل. يا ارجاء كثير من اخواتنا الاقباط في برا وبالذات في امريكا، يعني ان الرئيس السيسي جاي زياره قريب، يا ريت ترفعوا له كل الصور بتاعت البنات المخطوفات، هبعت لكم صورهم، بتاعت بناتك بنت سيدة كارم، بتاعت مريم اللي اعطوها صفر وطلعت سنادي متفوقه جابت 98%، بتاعت الاطفال اللي حبسوهم وهم قصر عشان كلمه تافهه، بتاعت مجد ماكين اللي قتلوه والقضيه بتاعته اتقفلت ب 5000 جنيه، بتاعت كل القضايا عندي بعد كده. لو حضرتك بعد البرنامج ابعت لكم يعني عشرات القضايا كلها وفي وقت قليل جدا، كلها في خلال 4 5 اشهر كلها، وكلها الرئيس وصل له فيها علم، طيب سواء وصل له علم او وصلوش علم، احنا عاوزين في ما يوصل امريكا يلاقي الصور دي كلها واصله قدامه، ليكون عارف ان هو لو سكت جوه مش هيلاقي كمان سكوت بره، الناس بره عارفه، والناس بره هتوصل القضايا دي كلها لاعلى مستوى، وده طب اللي احنا عاوزينه. انا عايز ان انا اغير الدعوة بتاعتك دي الى دعوة تانية اذا سمحت لي. اتفضل اتفضل. انا عايز الناس كلها زي ما بتقول تخرج في مظاهرات لدعم قضية الاقباط في مصر، تخرج في كل حتة في العالم، في واشنطن،
في لوس أنجلوس، في نيويورك، في شيكاغو، في كل المدن الكبيرة في أمريكا، وفي باريس، وفي لندن، وفي روما، وفي أثينا، وفي برلين، كل العواصم الكبيرة في العالم، نخرج كلنا في يوم محدد ونرفع هذه الأمور، ويكون ده وسيلة للضغط على الحكومة المصرية. أما الرئيس السيسي فإحنا هنقول زي ما بيقولوا الأمريكان كده، we'll give him the benefit of the doubt، هنديله إن إحنا هو بيحارب معانا، فهنقول إحنا هنقبل الرئيس السيسي لأن إحنا دعمناه ونحن لذلنا نؤمن به إلى أن يثبت العكس. وأنا أشك إن الرئيس السيسي بيرضي الأوضاع الظالمة، لأن هو بيحاول جاهدا، وهو اتكلم أول رئيس في العالم كله يتكلم عن تغيير الخطاب الديني، وإحنا فاهمين إن هو قال بصيغة لطيفة خطاب ديني، هي مش خطاب ديني، هو القرآن نفسه لابد إن هو يتم انتزاع التعاليم الشيطانية منه، أو إن هم يحاولوا يترجموها بطريقة تانية أو بأسلوب تاني. لكن إحنا أنا زي ما قلت لك، أنا بيتهيألي حتى هذه اللحظة في اتنين مش عايزين نوجه لهم اللوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي والكنيسة، هنسيبهم على جنب، لكن احنا لينا دور. انا بأيدك تماما ان احنا كأقباط المحجر لنا دور حيوي وفعال، انت واحنا كأقباط المحجر عار علينا ان احنا نسيب اخواتنا يتحرقوا في مصر واحنا نقف نقول كمان، ده مش صح، ولا 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 ابدا ولا غضاضة في ان احنا نقول للغلط غلط، ده بالعكس. هل احنا يعني كده بنوسخ سمعة مصر؟ excuse my language، اسف للتعبير عن الكلمة، لكن لا، احنا بنفضح الشر، لان احنا لو سكتنا على الشر هيزيد، لو سكت على السرطان هيجيب اجل الانسان اللي هو عنده السرطان، لو سكت على جرح في صديد هيزيد الجرح وهيدمر اجهزة تانية في الجسم، فما نقدرش ان احنا نسكت. لكن خلينا ان احنا نقول ان هذا الشخص اللي احنا وثقنا فيه واللي احنا بنحترمه ونجله، اللي هو طلع في كل مكان بيقول انا عايز اعمل بس هم عايزين يحرجوه، فاحنا مش عايزين نكون اغبية ان احنا نقول على الرئيس السيسي ان هو متضامن معه. انا بشوف ان ده حتى هذه اللحظة ده نوع من الغباء. انا مش هتضامن معهم، انا بقول لما كنا نشوف الصور بتاعت الناس ديت احنا مش هنقول ان احنا نشتمه ولا نقول حاجه وحشه فيه، بالعكس هو هيشوفها في الميديا، نحط الصور دي هتظهر في الميادين للاقباط كلهم انهم يطلعوا مظاهرات، وهتبقى في الميديا كلها، مش هيحتاج ان هو يشوفها، هي هنحطها كلها، واحنا بنوثق هذه الحالات بالادله الدامغه وبنبعتها للبيت الابيض. في ناس مش بس انا قصدي لما يشوفها بنفسه يكون ده وضع تاني، يشوفها بنفسه يعرف ان الكلام ده وصل برا مصر، يعني اللي جوه مصر مش عايزين نتعامل مع الرئيس السيسي ونسويه بالسادات. لا مش بسوي السادات، السادات ما هو السادات عملنا اتعامل فيه كده، هو اللي عمل طبعا الارهاب الرئيس السيسي نوعيه مختلفه، الرئيس السيسي نوعيه مختلفه. طب استاذ اندرو احنا بيدهمنا الوقت، ارجو ان حضرتك توجه رسالتين، رسالة لجانات الأول قد تسمع الحلقة دي، والرسالة الثانية هنترك لحضرتك اللي عايز توجهها ليه لشخصه. أول شيء أنا جانات للأسف يعني مهما وجهت لها رسالة مش هينفع دلوقتي، لأن تعرف حضرتك البنت بس اتخطف بعد يوم أو اثنين بيبدأوا يعملوا معاها أساليب قذرة جدا جدا بتخليها تفقد وعيها، سواء عن طريق بيدخلها محجبات بيحفظها القرآن وبيعملها مسح مخ، سواء عن طريق المخدرات، سواء عن طريق الاغتصاب، سواء عن طريق الإرهاب. فأنت البنت نفسها الوقت عشان توجه لها أي رسالة هي مش هل أنت عايز توجه لها رسالة إنها ترجع أيا كان اللي حصل؟ لأن هي ضحية. بالعكس هي بتعرفها أنا بحبها قد إيه، وما فيش أي يعني هي بتعرفها بالذات يعني
بحبها جدا، وهي واثقة فيا جدا وتعرف ان انا هتقبلها بكل شيء يعني مهما حصل. واحنا كمان بنوجه رسالتنا معاك وانا كمان لجانيت يعني انها ترجع، اكيد لانك انت معتدى عليكي، انت مش جانية، انت لا لا المجني اكيد عليها. طبعا احنا ما لناش في اي حاجة يا فندم، احنا ما لناش في اي حاجة، وبالعكس اشكرك كمان انا بديكي اشكرك جدا. على الموقف ده. احنا ودي النقطة اللي كان نفسي اسمعها من حضرتك يا استاذ اندرو، انك مش بتلوم اختك فيما حدث، لا لان بأمانة ده خطة محكمة استدرجوا بيها انسانة طيبة وثقت أكيد فيه. إحنا بنتعامل مع منظمة إرهابية، مش بنظم، مش بنتعامل مع بالظبط شخص أو مع حالة معينة فردية. وبعدين أنا كمان بقول لأختي كمان يعني ما تخافيش، أنا بعد كده ما ترجع مش هسيبك، يعني مش هسيبها جوه مصر، يعني هطلعها بره مصر بإذن المسيح، ومش هخليها، لأن أنت عارف حياتك المجتمع المصري، وهيبقى بعد كده فيه الأمن الغير وطني زي ما حضرتك بتقول، ومضايقات كتير، فمش هسيبها كمان يعني، أنا مش هسيبها لآخر لحظة، أكون معاها في كل تفاصيل وفي كل حاجة يعني. واحنا هيشرفنا لو هي قدرت انها تطلع بره مصر، هيشرفنا بإذن انها المسيح كإنسانة معترفة بالمسيح، اللي هي وانت عارف ان الكنيسة بتساوي المعترفين بالشهداء، ان احنا نستضيفها كإنسانة محبة للمسيح ما قدرتش تبعد عن احضان الكنيسة. طيب الرسالة التانية بتوجهها حضرتك لمين؟ رسالة تانية بقى بوجهها للرئيس السيسي، انه يعني احنا قلنا قبل كده في بيان لنا قبل كده انه اللي ما تدارك الرئيس الوضع فسيكون كارثيا، يعني لازم ياخد باله ان الازهر مش دمر بس كمسيحيين وكاقباط، دمر الدولة المصرية كلها باجمعها، جرف العقلية المصرية من اي ثقافة من اي علم من اي وعي، خلى المصريين مجرد عقول بتنتم بأفكار إرهابية. ومصر يعني يمكن مصر دلوقتي فشلت بالصناعة، كل يعني مش تقدر تقول في مصر دلوقتي صناعة ناجحة إلا صناعة واحدة بس، هي صناعة الإرهاب، لأن الأزهر بيفرخ الإرهاب دوت مش بس لمصر بس، للعالم كله. فلازم الرئيس يعرف إن هو بيحارب الإرهاب في سيناء أو في أي مكان، إن الإرهاب دوت هو رأس الإرهاب، وأصل الإرهاب هو موجود جوه الأزهر اللي بيطلع له إرهابيين، فهو هيقتل من هنا هيجي له من الجهة التانية. اسمح لي يا استاذ فهو بس اندرو اتفضل. اتفضل لا لا اتفضل اتفضل حضرتك. اسمح لي يا استاذ اندرو ان انا احييك على الرسالتين، بس هو عشان الوقت بيدهمنا عشان البرنامج خلص. فعلا يعني زي ما بيقولوا اختيار حكيم. وانا هختم الحلقة بطلبك لكل اقباط المهجر، ارجو ان احنا ان احنا نوجه جهودنا ان احنا نعرض القضية القبطية عن طريق مظاهرات متزامنة في كل عواصم العالم الغربي. يا ريت يا واحنا فندم، يا ريت بنكرر الكلام ده، وهنحاول ان احنا نشوف مع مؤسسات تانية ان احنا يكون في يوم تكون في كل الاقباط يخرجوا في يوم واحد في كل العواصم والمدن الكبيرة للتظاهر من أجل هذه القضية. هل حضرتك تحب توجه رسالة خارج نطاق مصر لتصعيد هذه القضية؟ انا بقى رساله للرئيس ترامب دايما، انه الوقت يمكن ربنا بعته في الوقت دوت عشان يعمل تغيير في العالم، بقى رساله دايما ان هو يلتفت. هو قالها الكلمه دي، قال قبل كده في تصريح شفناه ليه، انه المسيحيين في الشرق الاوسط بيضطهدوا وبيتقتل منهم جزء كبير. وفعلا بقول لحضرتك ان سياده الرئيس ترامب ان احنا يعني عايشين حياه ذل، حياه تبعد كل البعد عن الحياة الإنسانية اللي ممكن أي إنسان يعيشها. بنتظلم في حقوقنا، بيتخطف أولادنا، وفي منا بيتقتلوا بالسحل وما بيوصلناش أي حقوقنا خالص. يعني إحنا محتاجين دعم دولي ليرفع قضيتنا ديت قدام العالم، ويوقف مسلسل الظلم والاضطهاد والقتل للأقباط. متشكر لحضرتك وكل البرنامج. وأنا بوجه معاك الرسالة دي إلى البيت الأبيض، اللي احنا بنفتخر بما فعله الرئيس ترامب حتى هذه اللحظة في محاولته لاحتواء الإرهاب الإسلامي واحتواء الخطر القادم من الشرق الأوسط. كل اللي أنا حابب إن أنا أوجهه أيضا إن رأس هذه الأفعى هي الأزهر ورئيس جامعة الأزهر الشيخ أحمد الغير طيب. أشكرك أستاذ المفروض أندرو. اتفضل. اوكي يا فندم، أشكرك أستاذ أندرو على وقتك،
واشكرك على انك انت مش بس بتدافع، ما استخدمتش الحلقة عشان خاطر جنات، لكن استخدمتها كمان عشان خاطر بنات قبطيات كتير. انت حضرتك جمعت 25 قضية والبقية تأتي، واحنا بنشكر حضرتك وبنشكر الوقت اللي انت قضيته معانا. وحب ان انا اختم الحلقة دي الى اشقائنا الاقباط في كل انحاء العالم، اتحدوا، فكروا بذكاء، احموا البقية الباقية من المسيحيين في مصر، اخواتكم يعانوا وانتم يجب ان تساندوهم وان تصرخوا معهم ضد قوى الشر. ده مش ضد الانجيل، ده مش ضد تعاليم المسيح، ده مش ضد اي ايمان لينا، ده شيء واجب عليكم نحو اخواتكم مش بس في مصر، في كل الشرق الاوسط. اشكركم احبائنا المشاهدين، والى حلقة قادمة وقضية اخرى من قضايا شائكة. شكرا استاذ اندرو.